ازيك شباب؟ معكم حلقة جديدة مع يوتيوب جيمنج. عشان نلعب لعبة كنتوا كاتبينها لي في تعليقاتكم. قلت لي يا ابو الاسايس احنا بنتحداك، ورينا الام بتاعك عامل ازاي. بس والله انا كده مش هوريكم الايه، انا هوريكم راسي. والله اللعبة شكلها جامدة جدا يا شباب. ولا تقول لي جيمز بوند، ولا تقول لي باب جي. خلينا يا شباب نشوف دلوقتي احترافنا في الايم، وخلينا نبتدي الجيم. طبعا الشخصية بتاعتي لسه نوب، بس خنن، بس مش معنى كده ان انا نوب، احنا لسه في البداية، لسه بنتعلم، بعد كده نخش في مرحلة الاحتراف. لايك بقى يا شباب، لايك. يلا سريع سريع نبتدي. ربنا يستر بس شكلنا وحش. لا أول بتاع بالغلط والله، سوري سوري مان. اديله يا معلم. يا أبو الأسايس عملنا لنا فيها محترف. خدنا تشيك بوينت، أول تشيك بوينت. تعالى ما فكر نفسك سبايدر مان. لا والله فاتت مني سوري. شباب كان في لجلجة، انت لو لاحظت ان انا بنط كده كان في لجة بسيط، فخلينا نعمل ريستارت عشان ايه؟ بس شكلنا وحش، قصدي عشان بس نعيد بس الحته اللي حصلت دي. اه سبايدر مان تعالى يا حبيبي، مع السلامه، فرك هيت شوت اللي بعد. يا سلام الدبل يا معلم. ايوه نركز شويه، خدنا كاشات والليفل كمان اول ليفل الحمد لله عدناه، خدنا حوالي 20 كاش بصبع رجلي الصغير. هات شوف بقى كان الراوند اللي بعده. بص بقى وانا برقص. يا سلام. لا 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 ايوه بقى هيت شوت كمان تشيك بوينت. يا والله احتراف تشيك بوينت. تمام خدنا تشيك بوينت، نجيب السوسه ده بعد كده نجيب ده. لا حمسنا بالزياده، نعمل ريستارت من تاني. ابو الاسايس غلط، كان متحمس فندي ده مع السلامه واحنا نازلين. مع السلامه يا حبيبي، مع السلامه يا زعيم. ايوه بقى اتفرج وتعال. تمام جبنا شباب ليفل 2، ماشيين لغايه 100 100، فمن حقنا نرقص. كل ما نكسب راوند نقعد نرقص. لا نقعد بقى نركز، نقعد نشوف المستوى الثالث. مع السلامه يلا اللي بعده. ايوه بقى ايوه بقى، والله ما كنتش عارف ان انا في الايم كده 100 100. خش بقى اللي بعده. اوه ثلاثة مع السلامة، ناخد التشيك بوينت. خلاص ناقصنا بس حاجة واحدة صدقوا صعبة. ايوه بس مش على بولا سيز اللي عامل لي فيها سبايدر مان. الله عليك جفت والله. تشيك بوينت تشيك بوينت تشيك بوينت. اوه دي جديدة 100 100 بس معايا 80 80 كاش يا راجل، حرام عليك. معلش يا كابتن بقى المرة الجاية ما ينفعش اخد حاجة شكوك ولا انت بتستهبل يا عم. المرة الجاية انا هنحوش بكام. لا خلي بالك. تمام ضيعت واحدة بس بالغلط. يلا نجيب ده مع السلامة. مع السلامة يا حبيب قلبي اللي بعده. اوه ده في اتنين واحد. يا سلام حتى لو في 10 خدنا تشيك بوينت. الراوند الرابع والله الأربعة ورا برقص يا معلم. تمام المفروض نخلي المقطع ده تحدي الرقص. والله غلط. يا لهوي على الحوالين، المفروض اركز شويه، اركز اكتر اكتر. ايوه نجيب ده مع السلامه حبيبي اللي بعده بعده. بعد كده نجيب ده. حلو جبناه. كمل 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 كمل. يلا دي سهله، اللي بعدها اللي صعبه. تمام جبنا دي الاخيره الاخيره شباب، وخلص ليفل 4. ايه ده احنا خلصنا؟ يا سلام انا ما كنتش عارف ان احنا هننجز كده بسرعه. دلوقتي معانا 265. بقول لك البيج بوس تعالى يا حبيبي، اول واحده. حلو كل شغله باص بهيد. تمام اتفرج يا عم، ما ينفعش انشن تاني. ايوه وعلى الاحتراف تعالى يا بيج بوس. يا سلام جبت واحده كمان. دي يا ابو الاسايس. ايوه بقى وانا فدام يا معلم. كنت حديقه دي. تمام نركز عشان الهرس بتاعه كبير. لا مع السلامه جبناه، عدينا كمان البيج بوس اللي بعدين، وناخد 500 كاش مكافأة. هو يا شباب كل ما نخلص بيج بوس بناخد مكافأة محترمة. يا ده انا عايز كل مرة بيج بوس، ليش فيه؟ مش عايز العصابات وشغل النوبات، احنا عايزين شغل المحترفين. يلا يا حبيبي. لا الله عليك الدبلة يا معلم، واحدة ضاعت التانية على طول، مفيش هزار. اوه في صندوق هنا، يلا جيب بسرعة. تمام التلاتة، واحدة بس يا معلم ضيعنا واحدة، جبنا التانية، خدنا تشيك بوينت.
ايوه نركز هنا مفيش صناديق. تمام اللي بعده. ايه كلهم هيد شوت. يلا اللي بعده واحده بس. اوه في السوسه ده الله عليك جبته. ناقص المفروض راوند خير. انت تاني يا عم. طب بقول لك في هديه حلو ادوات جديده هنجرب اللي في النص. اوه الحظ اللي زي العسل. نفتح الصندوقين ده وده. لا بقول لك عشان تتفرج على فيديو. لا يا معلم احنا عايزين ناخد بس دول نصنع اوكي وبعد كده عايزين نخش ونشوف الادوات. ايوه بتتحط اوتوماتيكي اوتوماتيكي 100 100. خش بقى الجيم اللي بعده. ايوه بلا سعيس تعالى يا حبيبي. مع السلامه. ده انت كده بتسيا صح. تعالى يا حبيبي تعالى يا حبيبي. 100 100 جبناه. تشيك بوينت. يلا يا سبايدر مع السلامه يا حبيبي. يلا اللي بعده. والله الاثنين بواحده. لا وكنت هضيع ده. استنى استنى بس 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 واحده ثانيه ثالثه. يا سلام جايب ثلاثه زي العصافير. وطلقه واحده بس جايب ثلاث عصافير. ايوه ونقدر كمان نغير الهدوم بتاعتنا. احنا عايزين طقم يا عم جديد. مفيش طومه لسه ما اتفتحت لناش حاجه جديده. مفيش غير عندنا الطقم السخان ده ومفيش نقدر نغير هدوم. ماشي خلينا مكملين تقريبا البيك بوس احنا قربنا له. عندي الرسمه تحت هنا مرسومه فخلينا مكملين. بيقول لي ساعدني في رهينه هنا واخدينها. يا سوس انقذتك يا معلم. ثانكس يا ابو لثايس. او في واحد هنا كمان نجيب ده بعد كده نجيب ده. كده انقذنا الرهينه خدنا تشيك بوينت. يلا نجيب بقى الاثنين اللي فوق دول. الله عليك. لا كنت هضيعها. حلو فكرت تحت ده رهينه والله. طلع السوسه شقي. الله عليك يا فان ايسي. ايه يا عم ده انا ماتريكس ولا ايه؟ ماتريكس انا ما اعرفش. يلا الجيم اللي بعده. تن 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 تن. يلا شباب كلنا في التعليقات. تن 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 تن. ايه بس؟ ايوه بقى. ان 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 ان. اخذنا تشيك بوينت كويس ماشيين حلو. يلا يا حبيبي مع السلامة. ارجع للتشيك بوينت ارجع لللوبي. بس هنا مفيش لوبي انت تستهبل. اوه شوف منطاد بس مش حواليا يا معلم. شوفوا بيعملوا ايه. استنى يا عم انت عندك الاسعار عاملة ازاي؟ ده ب 10,000 يا مفتري. وفي ايه يا عم انت كلش هتزود السعر؟ مش انا قلت لك هنيجي نفاصل عندك هنا. والله سعره غالي. بيقول لك نقدر ناخد واحد فري بس اي كلام. وفي اللي ب 250 وده ب 10,000 كاش. طب ناخد ابو بلاش. بقول لك ايه؟ انا مش دافع لك حاجه اخلع الله يسهل لك. خدنا 45 وايش شباب نقدر نجيب طقم جديد. ماشي خلينا نجيبه. مبروك علينا الطقم الجديد. ايوه نزل اوتوماتيك اوتوماتيك. انا عايز اوصل بس لحد اخر حاجه للبيج بوس. خلينا ننط هنا سريعا. حلو اللي بعده. خلاص بقت لعبتنا اللعبه. بقت لعبتنا اللعبه. الله عليك يا معلم. شفت الجامب بتاعته عامله ازاي؟ حته باركور على حته احتراف. لا حته والله جبتك هتضيع مني بس برضه مش على بولا زليز دي ولا يا معلم. حلو جبناهم كلهم. ايوه ايوه. يلا دوس نيكست. خش على اللي بعده. ايوه ايوه بس اهم حاجه ما كنتش بس في رهينه. تمام جبنا واحد واحنا من الزحله. حلو سبع رجلي صغير جبنا ده كمان مع السلامه. يلا او ضيعت واحده على الفاضي. اوه شوف ودي عايزه بقى نشغل الدماغ شويه. خدنا تشيك بوينت. تمام والله اللعبه دي جامده. شوف بتخليك برضو تحدد مظبوط. تمام اللي بعده. انت مش مجرد بس تنشن وخلاص. لا تمام ظبطناهم. يلا اللي بعده. اوه في اتنين هنا واحد سوسه متعلق. لا عايش دور سبايدر مان ده. ايه الله يا معلم. حلو كده خلصنا. خلاص حاجه تانية. اوه بس كان راوند صعب. يلا اللي بعده. خلاص هربنا نوصل للبيك بوس. ادينا ابو لزعيس. حلو خلصنا من واحد. اللي بعده يا معلم. الله عليك. حلو ان شاء الله البساطة اللي بيعملها دي. مجنون مجنون. يلا لا ضربتها بالغلط بس المفروض كنت انشع على البتاع الحمراء ده عشان تنزل عليه. تمام خلي بالنا. ايه يا عم انت موجود هنا ولا ايه؟ ضيعت واحده على الفاضي. يلا شويه تركيز. يا راجل انا ما كنتش متوقع خالص كده. في رهينه؟ لا مع السلامه انتوا الاثنين. تمام جمعنا شويه كاشات محترمه. ايه اسعارك؟ هتدينا حاجه ببلاش وتظبطنا ولا لا؟
انا بقول لك ايه، لسه محترف دلوقتي ولسه مفنش دلوقتي مجموعه كبيره ولسه لاعب باحتراف وعامل شغل عالي، فتعمل لنا حاجه حلوه. اوه ايوه كده 150 ماشي اوكي نو ثانكس نكمل. ايوه خلاص ناقصنا مرحلتين بس، احنا نشوف المرحله اللي قبل الاخيره. يلا حبيبي مع السلامه، مع السلامه اللي بعده. حلو جبنا دورك كمان 100 100 ظبطناهم. خش بقى اللي بعده. ما كانتش فيا حلو، ما كانتش فيا، مع السلامه والله فرقت معايا. كنا احنا ممكن واحده بس نخلص عليهم كلهم، بس اهم حاجه ما تفنشناش، الراوند مكمل. ده اللي بسطني بصراحه. مع السلامه حبيبي. اوه يلا ده هيت شوت ده كمان. يلا يا جدع الله عليك الثلاثه سكر نباته. بص بص دي اللي بكلمكم عليها بقى، ايه رايكم بقى شغل؟ يلا يا حبيبي مع السلامه. يلا اوه شفتوا الزحلقه يا جمدانك. لغايه دلوقتي ماشيين زي العسل. تمام دلوقتي ناقصنا المفروض راوندين ونوصل للبيك بوس وهنخش مكان تاني جديد. يلا نكمل زي ما احنا، نجيب الكابتن الصغير ده، ده سهل. اه ده اللي عايزين ننقذه، فنخلي بالنا كتير. مع السلامه، عشان لو ضربنا البتاعه دي هتيجي مفنشه الاثنين، وده اللي احنا مش عايزينه، احنا عايزين ننقذ الرهينه. يا سلام عليك يا بولا زليز، دي واحده صب. ايوه دي واحده بقى، نجيبهم هما الاثنين واثنين دبل. والله دبل، خد تشيك بوينت. ده انا ما عملتهاش بجد. لا 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 ايه يا جدع انت بتستهبل يا راجل. شفت الغدره؟ انت عايز حسابات رياضيه؟ اه صعبه. تعال نجرب محاوله كمان، مش صعبه هي، شويه تركيز بس. 100 100 الحمد لله عديناها. نكمل. اوه يا لهوي ايه ده كل ده؟ كلهم اخدوا مع السلامه. يا الراوند اللي بعده. بيج بوس بيج بوس بيج بيس بوس 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 بيج بوس بس بوس 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 تعالى يا بوس 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 هسمي اغنية بوس بوس بس بوس 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 تعالى يا بوس 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 على نفسك بوس بوس هيت شوت. حلو خدنا فلوس زي الرز. اوه شباب دي المرحلة الجديدة، بس استنى انا ما جاليش هدوم جديده يا راجل. ده انا عامل شغل جامد، على الاقل يجي لي طقم كده شيك نفرح بيه. إيه خدت شوف طيب الادوات، ما فيش غير الشوب التعبان ده اللي بنشتري منه. ايه يا عم ده؟ ده اللي كان معايا اول واحد. ماشي بيقول لي على الدامج والقوه بتاعته. خلينا شباب نلعب راوندين بس من الماب الجديده، خلينا نجرب ونشوف احترافنا وصلنا لفين. مع السلامه حبيبي. اللي بعده تمام جبناهم ثلاثه هيت شوت، مستوانا اتحسن كتير. يلا حبيبي. لا وانا بقى اسوأ. ركز لسه اقول له يلا على اللوبي. يلا انا رجعت على اللوبي. يلا على اللوبي لوبي لوبي لبا لوبا. حلو عاملين احنا لسه مخلصين البيك بوس، مش هنعرف نخلصكم انتوا. بس كده جبناه اهم حاجه، بس في الحته الشقيه اللي بيقول لي بس نشم هنا وجيبها بزاويه. خدنا تشيك بوينت حلو. يلا ده بحسبه رهينه. تمام جبناهم كلهم. فوتها المفروض اركز فيها شويه. ماشي يلا يلا سريعا سريعا. تمام نجيب ده، دي سهله. ماشي خلي بالنا بقى من الزوايا والاستراتيجيات. نجيب ده كمان. على السلامه يا حبيبي. بس كده مظبوطه، حتى ما بديناش فرصه ان احنا لو ضيعناه نعمل حركه ثانيه. لا ايه يا عم ايه اللي على الكلام؟ بقول لك ايه انا ممكن امشي دلوقتي. سامع؟ مفيش غير انا زبون باجي انفعك، رايح جاي في نفس المنطقة. بص بيعمل بيهبد لي على البتاع، ما تخلينيش بشتري والله بشتري. نشوف الحاجة اللي عنده. عنده بتاع ب 750، طب والله ما انا شاري. اخلع بقى، شوف مين هيدفع لك. ما راجل غير الصحيح، كل يوم بعدي عليه وبنفعه، مفيش غير هو زبون واحد بس، ابو الاسايس. بخش كل شوية ويستهبل يعلي وينزل، يقعد يهبد لي. ما ينفعش الشغل ده. مع السلامة يا حبيبي. مع السلامة، ده برضه اللي معانا شغال. مش مشكلة عندنا الدمج، احنا أهم حاجة بس نفنش. مش عارف الدمج هيفرق في ايه كتير، لما هما كلهم بيروحوا من واحدة هيت شوت بس. مع السلامة. ممكن يكون عشان البيك بوس تقريبا، عشان بوس 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 غلطت فيها. ماشي نخلي بالنا. اهدى ابو الاسايس بقى، مش كله رأس بقى. حاضر 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 حاضر. السلام. يلا اللي بعده. ايوه بس جبت الاثنين دول كويس. نشوف ده. والله جايبه في ازاي يا عم انت مخلص على الرهينه؟ ايه الاستهبال ده؟ شباب الجيم ده في ظلم.
والله المفروض كانت تيجي فيه. ركز ركز ركز. تمام ده سهل ايزي. الاثنين اللي جايين دول ايزي برضو. يلا ايزي. الله عليك يا ايزي. يلا يا ايزي. بس كده مع السلامه. انت مخلص ارينا هتفنشها هفنشك. حلو يلا اللي بعده. ايوه تقريبا هيجي لنا طقم جديد في بص تاني قدام. احنا ممكن نعمل حلقه تانية شباب لو انتوا حابين انزل على اللعبه دي. انا هعرف من لايكاتكم ومن تعليقاتكم. بس خلينا بس نكمل الراوند ده عشان هيجي لي طقم جديد. يلا هيل هيل. مستواي بقى محترف يا معلم. تمام الثلاثه هيت شوت في الراوند ال 18. تعالى يا حبيبي انت كمان. اقعد على جنب يا حبيبي بس اهلك. شوف ده كمان كلهم هيت شوت. يلا ازاي ما جاتش فيه؟ ها فهمني فهم فهم فهمني. ابو الاسئله زعلان والله ازاي ما جاتش فيه. ماشي نخلص من ده نخلص من ده بعد كده ده. تمام يلا هنشوف دول. مع السلامه يا حبيبي. مع السلامه. حلو لقطته كان هيجيبني والله. يا راجل بلاش استهبال يا عم. في يا عم مش هنك مرتين. ايه الاستهبال ده؟ ركز. تمام هو عشان بيجري بس بسرعه فاحنا ممكن نديها طلقتين على السريع. حلو مع السلامه يا حبيبي. ايوه السوسه اللي فوق ده شوف يجري ازاي بسرعه عشان ما تعرفش تجيبها. شوف الشقي. ماشي يا شقي. استنى استنى استنى. ماشي حلو. معاش غير تلاتة يعني واحدة بس و... اه بتمنى من تاني اهو يا عم. الحياة حلوة. ماشي جيب ده كمان. تمام ايوه ده بقى اللي صعب يا راجل. يعني انا جبت لفوق ولا تحت؟ انا بس تعمل. يلا نسخن دي ابو الاسايس. ايوه بقى تن 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 تن. بص 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 بص. الرقصه طلعت فاشله. يلا المحاوله الاخيره. اخيرا اخيرا كنت لازم. ايوه اوه والله صعب. لازم اعمل كاسه واحده. يا لهوي نص اتنين بس. ايوه الحمد لله بالعافيه. استنى يا عم انت وقتك انت اللي جابك هنا. زنقت في اسوء مكان. دلوقتي مبطينا. ها هيل ناخد بقى التشيك بوينت. خلصنا. عايزين بقى الطقم الجديد. يس اوه بصوا حاجه فخمه اخيرا. ايوه يا دلع يا دلع. خلاص انا عارف لحد هنا. فلو عجبك الفيديو ما تنساش بقى باللايك. واتمنى منكم تشتركوا معانا في القناه لو انتوا لسه جداد معانا. ومره الجايه فيديو جديد مع اس تيوب. يلا ايه ده خلاص امسك نفسك. سلام.